بسم الله الرحمن الرحيم. في وجود وانتشار مرض كورونا الحالي، وخاصة بين الفئات المجتمعية في البحرين، حيث أن المرض ينتشر بين الأفراد وبين الجماعات، يصعب جدا التحكم ومنع انتشار المرض إلى المؤسسات المغلقة كالمستشفيات المغلقة أو السجون. وفي حالة وجود أو انتشار المرض حتى بين أعداد قليلة بين السجناء، قد يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية، حيث أن المرض ممكن أن ينتشر بسرعة، وذلك لأن لوجود عدة عوامل، منها اكتضاض السجون بالمعتقلين السياسيين، وأن الكثير منهم أيضا لديه ضعف في المناعة بسبب الضغوط النفسية الكبيرة ومدة اعتقالهم الطويلة، وأيضا وجود الأمراض المزمنة بين المعتقلين السياسيين في البحرين. فالآن أصبح موضوع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين موضوع طارئ وملح، ويجب أن يطلق سراحهم بأسرع وقت ممكن لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الحصول. مرض كورونا لا يرحم، وخاصة لدى الكبار في السن ولدى من لديهم مناعة منخفضة بالخصوص، ورأينا كيف أن هذا المرض انتشر في المؤسسات في دول العالم المختلفة. هنا في بريطانيا مثلا وفي فرنسا بالذات انتشر في أماكن ومستشفيات الرعاية لكبار السن، وأدى إلى وفاة الكثير والآلاف منهم.